الجمهور اللي كان حاط في المباراة سند كبير للفريق البيضاوي وتلقى فيها هجمه لإفادة فريق الرجاء على مستوى وسط الميدان. مابيدي ليما كرة بناء هجومي صالحي كاميرا الممتازة ليما كتدخل معترا بالهدف مبكر لإفادة فريق الرجاء البيضاوي. كان هجوم عن طريق اللاعب بولديني هو اللي كيسجل الهدف. يعني كنطق لحد الان كنقول امتلاك الكره كان الميزان يميل لفائده فريق الدفاع الحسن الجديدي، ولكن جات هجمه استغلوا فيها اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي كنقول التعاون ديال المدافعين ديال الدفاع الحسن الجديدي ويحرزون هدف بشكل رائع. التمريرات كان وراها اللاعب ياسين الصالحي. نتابع مره اخرى كرة للجهة اليسرى في اتجاه اللاعب ليما مابيدي اللي موجدش صعوبة وحرج كبير في التمرير نحو محمد بولديني اللي كان في وضعية ملائمة ليسجل الهدف الأول في هذه المباراة. إذن 1-0 لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. يمكن نقول أن اللاعبين الدفاع الحسن الجديدي وخاصة من المدافعين ما يمكن إلا يلوموا أنفسهم لأنه كان زكريا ينفذ فرصة تبقى عند لاعبي فريق فوسطة. هدف ممتاز لفائدة فريق الدفاع الحسن الجديد عن طريق اللاعب أيوب نانا اللي كيسجل بالمناسبة الهدف الثاني ديالو هذا الموسم. ولكن هناك الحكم يعلن عن عدم مشروعية الهدف. الحكم يعلن عن عدم مشروعية الهدف لأنه الحكم المساعد من هناك كان رفع الراية. استغراب الجميع أمام قرار الحكم، ولكن أكيد أن الإعادة ستبين حيثية القرار. لماذا رفض الهدف؟ هل كان احتسب الخطأ على أحد المدافعين؟ إلى ما يعني نتابع مرة أخرى. تابع معي أخي المشاهد محاولة لفائدة فريق الدفاع الحسن الجديدي والحكم يعلن عن ضربة خطأ، يعني هدف غير مقبول غير مشروع بالنسبة للحكم. إشار والحكم مساعد. احتجاجات قوية ديال لاعبي فريق الدفاع الحسن الجديدي. سيد محمد الفقير بعد استشارة مع الحكم فهو يرفض الهدف. احتجاجات قوية ديال لاعبي فريق الدفاع الحسن الجديدي على مندوب المباراة الحكم الرابع الحكم الرئيسي. كرة في وسط الميدان أيوب نناح ممتازة في اتجاه اللاعب زكريا حدراف يلعب في الجهتين اليسرى واليمنى. فرصة والهدف ديال التعادل لفائدة فريق الدفاع الحسن الجديدي. لأنه كما قلت في واحد اللحظة من اللحظات في الجولة الأولى ما يمكنش تستمر الأمور بهذا الشكل لأنه ضغط قوي ديال اللاعبين ديال فريق الدفاع الحسن الجديدي. الضغط اللي عطى الهدف بطريقة رائعة جدا وكانت المساهمة قيمة ديال اللاعب زكريا حدراف. ونتابع الطريقة أيضا الرائعة اللي جا بها هدف التعادل ديال فريق الدفاع الحسن الجديدي. لأنه قلت زكريا حدراف يعني كيبقى العنصر خطير جدا، يعني يتلقى من الجهتين اليسرى واليمنى في وسط الميدان. هذه المرة تلقى بالجهة اليمنى كرة كيرسلها على المقاس للاعب اللي دخل قبل قليل اللي هو اللاعب وليد أزارو اللي سجل